السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على حاجة مايكروسوفت عاملاها من فترة اسمها مايكروسوفت باور اوتوميت، وهي عبارة ان انت تسهل الشغل، ان انت تعمل برمجة بدون ما تكتب كود. الموضوع سهل جدا وبسيط. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عايز حاجة تحصل، فبناء عليها تحصل حاجة تانية. على سبيل المثال نوتيفاي اند ايميل وين ا نيو فايل از ابلودد تو وان درايف. ممكن يكون في الشركة في حد رفع ملف على الوان درايف، فانا عايز اوتوماتيك اول ما يترفع الملف دوت تجي لي ايميل ويجي لي نوتيفيكيشن خلي بالك في حد رفع ملف او في ابديت على الحاجه دي. مثلا مثال من الامثله، تمام. خدمات كتيره جدا هتبدا تربطها ببعض، تقول له مثلا ايه، انا لو رفعت حاجه على الدروب بوكس او وان درايف على الفولدر اللي انا عامله شير للجميع، ابعت تويتر، ابعت او اعمل بابلش لتويتر معينه. لو حد بعت لي ايميل وفي اتاشمنت اوتوماتيك سيفه مثلا على الوان درايف مثلا، اه تمام. دي اكتر حاجات مثلا الناس بتستخدمها، تبدا تشوف ايه اللي انا عايز اربطه بايه. مثلا لو في ملف اكسل موجود اونلاين وحصل تعديل فابعت للمحاسبين كذا، وهكذا تربط الخدمات ببعض. ممكن تقول له مثلا ايه، لو في ميتنج موجود ابدا خد الميعاد وحطه في جوجل كاليندر بحيث ان هو يظهر عند الناس كلها. تربط الخدمات القويه في مايكروسوفت مع بعض بدون ما تقعد تكتب اكواد كتيره، ماشي. مجرد تقول له نوتيفيكيشن تبدا تشوف ايه الخدمات الموجوده تختارها. فلو الحساب بتاعك موجود خلاص هو يربط الوان درايف بالنوتيفيكيشن، وهكذا تبدا بقى تديله البرميشن تصريح ان هو يدخل على الملف دوت، واوتوماتيك بعد كده اول ما يحصل تعديل على الوان درايف يجي لك نوتيفيكيشن، وهكذا. كل الخدمات بطريقه سهله جدا، مش هتكتب كود، مش هتقعد تعمل. فده نوع من امثله اللو كود، مش محتاج ان انت تبرمج. في نفس الوقت يوفر لك وقت كتير جدا، بدل ما انت بس كل ما ترفع ملف تبعت ايميل وتنسى وهكذا. اه ممكن تقول له سكادول ا ميتنج ويز مسج سندر، يبقى المايكروسوفت تيم هيبقى اربطه بالاوفيس 365 يوزر، وهكذا. تمام. طبعا تبدا تديله ايه البرميشن وتقول له ابدا ادخل هنا، وهنا تقول له ساين ان على مايكروسوفت تيم. يعني الفكره كلها ان انت تربط الخدمات. طبعا ربطت مره خلاص هيبقى الموضوع بسيط خالص، تمام. يعني مجرد بس ان انت ربطت خلاص هيسجل الحساب موجود ويبدا ايه، اول ما يبقى في مثلا ميتنج يبعت رساله يبعت كذا تحطه في الجدول. فلو انت جربت الخدمات دي هتلاقي ان هو بيوفر لك وقت كتير جدا جدا جدا. يعني كنت مجرب خدمه بس مش هي دي بالظبط. كنت اول ما ارفع فيديو على اليوتيوب يبعت للفيسبوك ويبعت للتويتر ويبعت لينكد ان، الحاجات اللي كانت بتاخد مني وقت عشان اعملها مانوال. ده سيف تو كلاود، اول مره في حاجه سيف على الكلاود ابروفل وهكذا. ف حاجه ممتازه جدا جدا جدا، توفر لك وقت وتتاكد ان العمليه تلقائيه، فما فيش مجال للخطا او النسيان وحاجات زي كده. دي الفكره بتاعتها. الستيب لما تبقى في تويتا مثلا حصلت ياخد مثلا منها نسخه يبدا يسيفها، يبدا يضيف ناس معينه للميل وهكذا.